عمال اتفرج على الفيديو يا علي، احنا كان معمول لنا كمين بجد. يا قرصة ودن، المرة الجاية هيحطوا سلاح الجريمة في بيت حد فينا وهنلبسه. الناس دي ممكن تلفق لنا تهمة كده في الهواء واحنا معناش اللي بيدور عليه. لازم نوصل لمسعد ده ونعرفه اننا بندور زيه بالظبط. مش هيصدقك، وبعدين لما توصل له اصلا. ما هو احنا هنوصل لمسعد هنوصل للدليل، ملهاش حل تاني. أو نلاقي دليل جديد يعرف مين اللي قتل. أنت بتصعبها ولا بتسهلها يا جدع؟ مش بصعبها، أنا بفكر بصوت عالي. ولما يجي عصام لازم نديله التليفونات دي، يعرف مين اللي بعت الرسايل بما إن الأرقام برايفت. طب هو احنا كده هنتحرك إزاي بعد كده؟ ده مراقبين كل خطوة بنخطيها. مراقبة إيه؟ ده كانوا عارفين احنا رايحين فين قبل ما نروح. الناس دي كانت مستنانا نوصل عليها عشان يصورونا. هو كده المكان ده اتعرف؟ هو اكيد المكان ده اتعرف، عشان كده لازم نسبقه. ما انا من ناحيتي هحاول اقرب لخديجه، اعرف منها اي معلومات تانية، بس طبعا بعيد عن حنين، عشان خديجه ولا واثقه في حنين وانا كمان ما بقتش واثق فيها. مالها حنين؟ طلعت عصفوره؟ حدايه، مش بتفكر غير في نفسها. يا ريت تخيب ظني المره دي والله. ربنا يستر. انا اقرب برضه الولايه اللي اسمها سناء دي، شوف كده ميتها ايه. طب هتوقعك. طيب مين دي اللي توقع؟ خد جامد. قلت لك عليها جدع انت، مش واثق فيها ولا ايه؟ بفتكر وانا قاعد على الكرسي ده وبقول لك مش عايز اكمل في الموضوع ده، وسكتي غير سكتك وانا متعلم، عملت فيها مجدي يعقوب. الظاهر ان سكتنا واحدة. قلت لك من الاول يا سيادة المحامي. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.